برحب فيكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. إن شاء الله اليوم حقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة. أول وصفة حتكون عندي فروج مشوي مع الفلفل الألوان، أما ثاني وصفة حتكون عندي بسكوتي التمر السهل والسريع. طبعا وصفتنا الأولى حتكون وصفة رائعة مع بهارات عربية، حتعجبكم إن شاء الله وحتنال رضاكم. حتكون عندي فكرة تتبيلة بسيطة جدا، ممكن تعتمدوها في أي وصفة دجاج، فحنتعرف مع بعض المكونات ونرجع لكم بس نطبق الوصفة مع بعضنا. الفروج المشوي بالفلفل الألوان نحتاج إلى 1 كيلو من الدجاجة تكون كاملة، نحتاج إلى فلفل ألوان، 1 بصل، 10 فص ثوم، 1/4 كوب صلصة طماطم أو كاتشب، 1/4 كوب من عصير الليمون، علبة زبادي، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، ملعقة صغيرة من الهيل، ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الكاري، ملعقة صغيرة من الزعفران، و1/4 كوب من زيت الزيتون. شايفين قداش يعني الوصفة هيك بسيطة وسهلة. أول خطوة حنديرها، حنجيب طاوة حنولع النار عليها بهذا الشكل على درجة حرارة تكون عالية، يعني حاولوا احنا هيك نقسموا الخطوات باش تجي عندنا الوصفات سهلة وبسيطة. حنحط كمية من زيت الزيتون، تمام، انا بنحاول بنحمر مانيش قالي. بنحط البصلة، عندي بصلة مفرومة يعني بجوانح، حنحطها بالشكل هوا. ومجرد ما حطينا البصلة يفضل ان احنا مثلا بنحط عليها ملح بس تدبل عندي البصلة، ممكن ملعقة زي هي من ملح كويس، وعندي أيضا ملعقة صغيرة من الملح، فحنحط ملعقة صغيرة من الملح عندي أنا هنا، وعندي ملعقة صغيرة من الكاري، بالشكل هوا، وكذلك عندي ملعقة صغيرة من القرفة، طبعا أنا أعطيتكم هيك فكرة في البهارات، ممكن أنتم تعتمدوا بهارات تانية مختلفة زي ما تحبوا. عندي ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وخصوصي يعني الفلفل، يعني عادة الفلفل الأحمر الحار مش كل شخص يعني يقدر هيك يتقبله، فهذا الشيء يرجع لكم. احنا حنحط هنا ملعقة صغيرة، يعني نحاول نبقى مشطشطة شوية الفروج عندي أنا اليوم، وكذلك عندي ملعقة صغيرة من الكمون، ما تستغربوش حيعطي طعم لطيف جدا، هو حطه يعني لأنه فعلا حيعطي طعم لطيف. عندي ملعقة صغيرة من الكمون، وعندي ملعقة صغيرة من الهيل. الهيل على فكرة البودرة يعني رائع جدا، حتى موضوع الزفرة يعني شيء غريب انه يقطع الزفره بشكل قوي. انا بعد ما حطيت مجموعه البهارات اللي عندي، عندي زعفران، والزعفران يفضل يعني نفتفته يعني بشكل هوا، شويرات من الزعفران ايضا تعطي طعم لطيف، وكذلك نبي ناخذ ملعقه بس ننزل عندي عصير ليمون، وعندي 1/4 كوب من صلصة طماطم الكاتشب المتوفر عندكم، وعندي زبادي، علبة هيك من الزبادي، وعندي فصوص ثوم. حنحط كمية من فصوص الثوم والباقي حنستخدم مع الفلفل، وحنحط عليهم أيضا كمية من زيت الزيتون. هذه عندي تتبيلتي أصبحت جاهزة، فقط نبي نخلط كل المكونات مع بعضها. خلطك المكونات،
طبعا في شيء لو انتم مثلا تحبوا الدجاج اللي فيه يكون لونه احمر، ممكن تستخدموا لون طعام احمر تحطوه مع التتبيله يعطيكم لون داكن. وطبعا ما تستغربوش تقولوا لا مش صحي، انا هو لون اصلا ملون غذائي يعني، وعاده نستخدمه فيه حتى في الحلويات سواء كانت ريد فلفل او الى اخره، فممكن نحط بضع قطرات بسيطه من اللون الاحمر سواء كان جل او بودره. انا عندي هنا جل لكن فقط يبي تسليك بسيط، ممكن اعطيني مجرد ما بنسلكه. اوكي هنزلك يعني شوية قطرات مش أكتر، تمام، وهنقلب. شايفين التتبيلة كيف ولت عندي لونها أحمر بالشكل هذا. شايفين عندنا هاي التتبيلة. تو البصل خديكي تشويحة بسيطة، هناخذ الفلفل الألوان وحنحطه على البصل اللي عندنا هنا. نبو الفلفل يعني ياخذك نكهة مع البصل مع الثوم. نقلبهم مع بعضهم بالشكل هو. هناخد توا هنخلي التتبيلة على جنب. عندي هنا دجاجة هنا مسحها وبالخل ومنظفها، ممكن تمسحها بالخل ليمون، تغسلوها بالدقيق، يعني كل شخص وعنده طريقته. أهم شيء فقط إن احنا ننحو الزفرة من الدجاجة. خليني نشيل ليمون، وانا نحب اخليها كيف جنب هيك ليمون ونعصرها بليم، بس اي موضوع زنخه او زفره نقضي عليها. عندي دوانين دجاجه قدامي بهذا الشكل، حنقلبها على ظهرها، يعني نبي ظهرها يكون على الدجاجه قدامي بشكل هواء، وبسكينه حناخذ جزء من جهه الرقبه ونبدا نقص فيها بشكل هواء. بالشكل هذا هنرجع نحطها بالشكل هون، نبي نفتحها بعدين زي ما انتم شايفين، ونضغط عليها لين تبدا عندي بهذا الشكل زي ما باين عندنا هنا. وطبعا بس تساعد في النضج اكثر وتطيب بسرعة الدجاج عندنا هنا أو الفروج، فممكن إن أنا نبدأ ندير في تجويفات بالشكل هوا، علاش؟ لأن هنا في عالي وهنا أوطى، فمش حتاخذ التحميرة الكاملة. فلو إن أنا مجرد ما نعطيك فتحات بسيطة كذلك من هنا، فالفروج أو الدجاج عندي حيستوي بسرعة أكثر مع الضغط البسيط بالشكل هوا. أنا تو هنا بنحاول إن أنا بنتبعه بالتتبيلة كويس، وحنجيب الطاجين اللي حنطبخ فيه الدجاج عندي. أوكي، حناخد طاجين مدور بالشكل هوا، حناخد الخضرة هنحطها على الطاجين بالشكل هوا. طبعا الخضرة نكون ان انا حمرتها بالشكل هوا، اخذت هيك تحميرة بسيطة. هنقلبك خضرتنا زي ما انتم شايفين عندنا، او الفلفل الالوان بالاحرى، حنقلب الفلفل بالشكل هوا، وبعدين حنجي للدجاج وحنتبله كويس عندنا هنا. حنحط من التتبيلة على
اللي جاي ممكن اخذها هي نفسها نحطها في التتبيلة بالشكل هوا. كل ما خليناها في التتبيلة كل ما كان أفضل. يعني ممكن تديروا تجهيز مسبق، توتوا تتبيلتكم وتخلوها قبلها بليلة يمشي عادي. خليك منقع ممكن حوالي حتى نصف ساعة على الأقل لين الدجاج عندي ياخذ هيك من تتبيلته كويس. بعدها حنرجع لكم بس نكمل مع بعض طبخ الوصفة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام. طبعا أنا حطيت الفلفل والبصل والتومة بشكل هوا، ما فيش داعي نضيف لأي نوع من البهارات أو أي شيء لأنه حينزل عليه نكهات الدجاج. كل ما علينا حنجيب مشبك، طبعا اكيد في مشبك عندكم، ممكن مشبك زي هذا او اي نوع، ممكن حتى في مشبك ثاني. انا فقط بنعطيكم الافكار، يعني تاخذوه وتحطوه فوق الطاجين. وبكل بساطه انا بناخذ الدجاجه عندي بالشكل هوا، تكونك يعني فيها التتبيله كويس، حناخذها ونحطها على المشبك بالشكل هوا. هناخذ من التتبيلة، نحاول ندخلها لداخل التتبيلة فيها، وبندخلها في الفرن لين هيك الطيب. وشو بيصير؟ كل النكهات تبع الفروج أو الدجاج عندي هنا حينزل على الفلفل. كل ما علينا فقط بناخذ توانا الفروج أو الدجاج عندي هنا، حنفتح الفرن وحندخل، خلينا ندخل الطاجين الأول بالشكل هو، حنحطه في النص وفوقه حنحط الدجاج بالشكل هو. طبعا لو عندكم شواية في الفرن ممكن تولعوا الشواية، لو ما عندكم تولعوا عليها من فوق من اللوطة على درجة حرارة 200، تاخذ حوالي ممكن من 35 ل 40 دقيقة بتكون وقتها استوت. بس طبعا حندوره النوع الثاني من الحلو اللي هو حيكون حلى البسكوت بالتمر. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام، بس طبعا نكمل الوصفة الأولى اللي هو عندي الفروج المشوي بالفلفل. طبعا أنا عندي هنا الفروج يعني طاب، مجرد ما نبي نفتح الفرن. بملاحظاتي دائما مجرد ما عندكم اي شيء في الفرن لما تفتحوا الباب ما تحاولوا ما تقربوش منها الباب، لانه حيطلع البخار وممكن يضيق يعني سبب حرائق لا سمح الله. تو انا الخطوه اني حنطلع الدجاج عندي هنا وتحت الخضره او الفلفل يلي شويتهم، يعني الروايح مش قادر نوصفها عندي هنا. تو حننزل الدجاج عندي، ممكن نستخدم هي وطبعا شن صار كل التتبيلة والمية الدجاج نفسها نزلت على الفلفل. حطها هيك هنا في النص بالشكل هو، هي ما عادش نحتاجوها خلاص. هناخد الخضرة، يعني ريحة الفلفل جميلة جدا عندنا هنا، مجرد نبي نشيلها بشكل هو. حرجع هو في الفرن. توا كل ما نحتاج ان احنا نجيب الخضره يلي عندي
حناخدها ونحطها في الجانب بالشكل هو. يتقدم مع خبزة مع رز زي ما تحبوا، ممكن تقدموا الوصفة. تتبيلة مميزة جدا، ممكن تحطوا بطاطا أيضا معها تعطي طعم لطيف. أنا بمجرد هيك أعطيتكم فكرة. طبعا والدهن يلي نزل من زيت الزيتون ناخده ونحطه على الدجاج بالشكل هو. وهذه كانت عندي وصفتنا الاولى. خلينا نحط الطاجين على جنب. هذه كانت عندي وصفتنا الاولى لحلقتنا لليوم، اللي هو الفروج المشوي مع الفلفل. طبق شهي جدا وسهل وبسيط. ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم. حنمشي لفاصل ونرجع لكم باش نديروا مع بعض ثاني وصفه اللي هو بسكوتي التمر. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام باش نكملوا مع بعض حلقتنا لليوم. عندنا بسكوتي التمر، نتعرفوا مع بعض على المكونات ونرجع لكم باش نطبق الوصفة مع بعضنا. بسكوتي بالتمر نحتاج إلى الخليط العجينة، 2 حبة من البيض، كوب من الزيت، كوب من السكر، 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، ملعقة صغيرة من الهيل، ظرف من البيكنج باودر، 3 كوب ونصف من الدقيق الحشو. نحتاج إلى 300 جرام من التمر، ملعقة صغيرة من القرفة، 2 ملعقة كبيرة من الزيت. طبعا هذه هي المكونات يلي عندي. طبعا في ملاحظة بسيطة، اللي هو أنا استعملت نوع من المطيب اللي هو الهيل. توفر عندكم الهيل البودرة تمام، إلا يتماشى مع التمر كي حسيتها. ما توفرش الهيل البودرة ممكن تستخدموا فانيليا وتمشوا بنفس الخطوات. أول خطوة حنديرها حنجيب خلاط ما يعرف بالمالجي الفروبة، هو حنحط فيه المكونات السائلة ما عدا الحليب. طبعا باستثناء الحليب حنحط توانا هنا 2 حبة كبيرة من البيض، وحنحط عليهم كوب من السكر وكذلك الحليب البودرة، وعندي الملعقة الصغيرة من الهيل. الهيل حيعطي طعم لطيف، طعم هيك عربي حيعطيه، وفي نفس الوقت لو في اي موضوع زنخه حينحيها من البيض. وكذلك عندي كوب من الزيت، زيت نباتي عادي. حنخلط المكونات مع بعضها بالشكل هو. نعود نحرك لو حسيت في شوية سكر ما تحركش. ونستمر في الخفق. تمام، ولد عندي زي قوام هيك كثيف، حنخليه على جنب. هي حنستعقولها تو الفود بروسيسور بعدين. بالنسبة للحشوة، أنا حندير لك الحشوة سريعة.
طبعا هو حنخلوه تو حنشتغلوا فيه. الحشو انا عندي هنا التمر، وانا عاده لما تكون عندي نوع اي نوع من الحلويات تكون فيه تمر، هو يفضل ان ناخذ التمر يعني قدامنا يعني يكون صحيح، واحنا هو يلي نفصصه. لو متوفرش ممكن نستخدم تمر معجون جاهز. حنحطه وانا هنا التمر، عندي حوالي 300 جرام من التمر نكون انا فصصته ونحيت منه النواة. حننزل حبات التمر عندنا هنا، وحنحط عليهم قرفة. وشوية زيت. هيك ولا عندي التمر معجون، ويعني حتى طعمه أحسن من لما نشتروه من برا. بنحي الفود بروسيسر من قدامي يعني هنا. حناخد توا التمر المعجون عندي زي ما شايفين التمر، وحنحطه بالشكل هو في صحن، وحنخليه على جنب. انا تو هنا عندي حوالي ثلاثة كوب ونصف من الدقيق حنحطهم. طبعا هنا لازم استخدمه الايد، ويفضل حتى من غير جوانتي لان بس نبي نوصل لملمس معين. حناخذ الخليط السائل يلي درناه، خلينا نحط البيكنج باودر في الاول مع الدقيق ونقلب نتاكد ان البيكنج باودر توزع في الدقيق كويس بالشكل هو. خلينا نحي كل الصحون الزايدة عندي، حنبدأ فيش نشتغله. حنقلب توا بالشكل هذا الدقيق، حننزل عليه الخليط اللي درناه، مجرد ما نزلنا عليه الخليط حنعجن وحنزود الحليب لكن بالتدريج مش في مرحلة هي مازال. توا بإيدي حنبدأ نلم في العجينة بالشكل هو، وطبعا يفضل من غير حتى جلافز باش نقدر نوصله للملمس المطلوب. حنعجن بالشكل هذا. بنتأكد ان كل الخليط السائل اللي درناه تخلط مع دقيق كويس، علاش ما ضفتش الحليب في البدايه؟ لان نوع الدقيق يختلف عن النوع الثاني، ممكن نستحق هلبة حليب ممكن شويه. فانا عندي في الوسط ربع كوب ونخلوه بعدين على حسب الحاجه. هنحيك الدقيق اللي يعلق هنا،
وصفت عندي العجينة بالشكل هو. حنبدأ نضيف في الحليب بالتدريج. هنحطها على الكاونتر. العجينة عندنا هنا وحنعجن لين نحصل على الملمس المطلوب. هنستمر في العجن وفي نفس الوقت نقدر نصفي العجينة يعني نشوف الملمس متاعها. يعني اوتوماتيكيا بدأت تتسلق من ايدي. حنبدأ ناخذ كل الفوتات هوا ونبدأ نلم فيه بالعجينة بشكل هوا. الحلو وين ان العجينة مش لازم نريحوها، يعني ممكن نشتغلوا فيها فورا من غير ما احنا نريحوها او اي شيء، فقط ان احنا بنلم العجينة كلها بالشكل هوا. ممكن نستحق لهما. بعد ما لمينا العجينة ولت عندي بالملمس هوا، حناخدها هيك نجمعها ونخليها على جنب. تو حنجيب الصينية اللي حنشتغل فيها، حنحط فيها ورق من الزبدة أو ممكن تدهنوها بزيت، زيت بس أهم شيء متدهنوهاش بالدقيق، أو تجنبا ممكن تديروا ورقة خبز زي هي تساعد في الشغل أكثر. حط هنا ورق الزبدة عندي وحناخد جزء من العجينة بشكل هو. حندير على شكل معصم وبعدين حنفتح بالشكل هذا. نقص هيك شوي الأطراف اللي هما زي هما. وبعدين بعد ما بدنا على الشكل هو ممكن هيك بالشدة واضحة على الكاميرا، حناخد من التمر وحنديره بالشكل هو. حنوزع التمر عندنا هنا بالشكل
الشكل، طولي. يتوزع. وبالإيد بعدين نقعد نشكل فيه على شكل طول بالشكل هذا. اوكي. زين. حاول ان نلحي الايدي من بقايا العجينه شوي بس نقدر نشكل على راحتي. بعد ما شكلناه بالتشكيله هي كل ما علينا توا نحن فقط نبغى ناخذه الاداء هي او سكين او اي شيء توفر عندكم، وبنحاول اننا هيك يعني نسلك الاطراف كذلك من هنا وحنبدا نطوي بالشكل هو. وانا نطوي نقعد نسكر من الطرف الثاني. هنقص قطعة بالشكل هذا. شايفين الحشو كيف عندي من الداخل. طبعا ممكن هنا يديروا اي شكل معين، ممكن اخذ اي شكل، ممكن هيك يعني مجرد نديروا كذا الخطوط بالشكل هذا. وانا نفس المقاس حنحطه بعد هيك شوية عليهم لأنه مازال ممكن يكبر شوية في الفرن. حنستمر توا في النقش بالشكل هو. طبعا ممكن تديروا حتى شوكة حيطلع شكله خيالي، وفعلا حيطلع خيالي لو درتوه بالشوكة يعني هيك يعني خطوط، يعني متغلبوش في نفسكم. يلي متوفر عندكم ممكن تمشوا به. ممكن حتى تخلوه سادة ايضا يمشي شكله لو متبوش مثلا تنقشو او شيء. ممكن عادي جدا يقعد سادة. حندخل الكمية هي في الفرن على درجة حرارة 180، ياخذ وقت من 10 إلى 12 دقيقة. حنرجع لكم بعد ما يطيب ونقدمه مع بعض. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بس نطلع مع بعض البسكوتي مع بعضنا. خلينا فقط نبي نطفي الفرن.
وهذا عندي البسكوتي. يفضل لو توفر مشبك زي هو اننا مجرد بناخذ حبات البسكوت، شايفين من تحت كيف شكلها، نبي يبرد شويه على المشبك. الخطوه هي علاش، هي ممكن مش الكل يعني يدير فيها، ولكن ميزتها ان لما تحطوه في مشبك ويبرد البسكوت اللي راح تقعد يتقرمش لفتره اطول. لان لو هو سخن، يعني عندكم خيارين، لو هو سخن بتخلوه ويبرد في الطاجين بتاعه، كان ممكن انه قبل لما قريب يتحمر طلعوا، لانه ما زال حيتحمر بدرجه حراره الطاجين، او انكم تخلوه يبرد على المشبك. لان لو خدتوه وهو سخون وحطتوه في صحن التقديم او في السكريه او في الحافظه او في التبروير اي شيء، حيندي، لان مع البرود والحراره حتندار زي رطوبه، وهذا الشيء حيخلي البسكوت يندي. فيفضل انكم تخلوه في مشبك يبرد على مهل، او ممكن تخلوه في الطاجين نفسه لين يبرد. ولكن لما يبرد في الطاجين تكون درجه تحميرته اقل من العادي. هنا بعد ما طلعنا حبات البسكوت عندنا هنا، شايفين يعني محلاهم، مجرد ما بيتوى نخلوه لين يبرد، بعدين بكل بساطة هنقدموه في صحن التقديم. يعني من اليوم عاش نشرب بسكوتي تمر من برا، يعني بكل بساطة ممكن تديروه في البيت وبيطلع طعمه أحلى. وهذا عندي ثاني نوع عندنا لليوم اللي هو بسكوت التمر. وهيك وصلنا لختام حلقتنا لليوم. حب نذكركم بأول وصفة قدرناها، كانت الفروج بتتبيلة رائعة جدا مع الفلفل الألوان، وصفة شهية جدا، نتمنى فعلا أنكم تجربوها. أما ثاني وصفة عندي لليوم اللي هي بسكوت التمر، إن شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم. نشوفكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة معكم إيهاب النرجب. موعد البرنامج كل سبت وكل ثلاث ساعة سادسة مساء، الإعادة كل أحد وكل أربع ساعة ثلاثة ظهر، وفي نفس موعد بت البرنامج عبر قناة التناصح حيكون في بت مباشر عبر صفحة سفرتنا. نتلاقوا على خيرة الله في حلقات جديدة معكم إيهاب النرجب.